منذ قرابة 30 عاماً بدأت مجموعة البكراوي فروت للاستيراد والتصدير عملها كواحدة من أكبر مزودي المنتجات الطازجة في مجال الخضار والفواكه، ولأن جمهورية مصر العربية هي أكبر مصدري البرتقال على مستوى العالم، أطلقت مجموعة البكراوي فروت محطتها الخاصة في مدينة السادات لتكون واحدة من أضخم محطات التصدير على مستوى الجمهورية التي تعمل وفق المعايير والشروط العالمية لتصدير الفواكه والخضار وبأحدث المعدات العالمية. أرحب بكم بمجموعة البكراوي للاستيراد والتصدير منه إلى جميع أنحاء العالم. تعتبر مجموعة البكراوي من أكبر مزودي المنتجات الطازجة في الإمارات العربية المتحدة. تأسست عام 1996 لصاحبها عمار علي بكري، وتم بحمد الله افتتاح محطة البكراوي فروت للتصدير الخضار والفواكه وخاصة البرتقال وجميع أنواع المندرين والليمون لصاحبها عمار علي بكري وياسين مبروك مصاروة. تعتبر المحطة من أكبر المحطات الفواكه في مصر وتعمل بأحدث المعدات. محطة البكراوي تضم منظومة متكاملة لتصدير الحاصلات الزراعية، بالإضافة لوجود عمالة متدربة على تعبئة جميع أنواع الخضار والفواكه مع تطبيق معايير الجودة والنوعية عبر مهندسين متخصصين في مجال تصدير الخضار والفواكه. تعتمد مجموعة البكراوي فروت في عملها على أحدث المعدات العالمية المتخصصة في مجال فرز وتعبئة الخضار والفواكه وتهيئتها للتصدير، بالإضافة لوجود مهندسي جودة مختصين لمتابعة سير العمل على أفضل نحو وبشكل يناسب الأسواق المستهدفة في دول العالم المختلفة. نستخدم مجموعة من أفضل المعدات على مستوى العالم. سايزر جلوبال سكان واحد من أفضل السايزرات في مصر، سايزر مفروضة العالمي الذي يعمل على تحجيم البرتقال عن طريق الوزن والقطر، ويعمل على فرز وتصنيف البرتقال بدرجات مختلفة حسب متطلبات العميل، بالإضافة لوجود ثلاجات تخزين وثلاجات تبريد سريع على أعلى مستوى. تمر المحاصيل عبر عدة مراحل منها الغسيل والتعقيم والتشميع قبل تقديمها في الشكل النهائي وتغليفها بالشكل المناسب للتصدير. تطمح مجموعة البكراوي فروت عبر فروعها الممتدة في قارتي آسيا وأفريقيا على إيصال منتجاتها لكل الأسواق العالمية بجودتها المميزة، كما تسعى عبر فروعها في جمهورية مصر العربية لإيصال أفضل منتج بطعمه المميز وبأفضل الأسعار التي تستطيع المنافسة في الأسواق العالمية. مصر هيئة جو ممتاز للاستثمار من شروط وقوانين ناظمة تعامل المستثمر الأجنبي أو السوري معاملة المصري. طموحنا بالموسم الحالي أن نكون رقم واحد على مستوى مصر بتصدير الحاصلات الزراعية والموالح، بحيث تكون البكراوي فروت بموقعها الحقيقي نظراً لحجم المحطة والطاقة التشغيلية والأجهزة والمعدات الموجودة.